بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفات ظريفه جدا ولذيذه جدا ان شاء الله. اول وصفه هنعمل مندي الفراخ، وصفه حلوه قوي وتغيير، تعمليها كده في الغدا بدل ايه الاكلات اللي احنا على طول بنعملها، ففي مره تعملي لهم مندي كده سهل جدا في البيت وهيبقى طعمه تحفه. الوصفه الثانيه هنعمل كوبيبه، بس كوبيبه البطاطس، بطاطس مسلوقه سهله جدا، هنحشيها لحمه مفرومه، حلوه قوي قوي وبسيطه ان شاء الله هتعجبكم. والوصفه الاخيره هنعمل كب كيك فانيليا عليه كريم شانتي شوكولاته، وصفه ظريفه جدا للكب كيك، مش تاخد منك ابدا اي وقت، ومقاديرها سهله، ونفرح الولاد كده بكيك ظريف ان شاء الله. اول وصفه مندي الفراخ، معايا بقى المقادير، معايا تقريبا 4 اوراق او 3 اوراق، مفيش مشكله في الكميه، انا هقول لك هنتبلهم بايه وانت حسب عدد الاوراق اللي عندك هتعملي التتبيله دي. معانا بقى ايه، 1/4 كوبايه من الزيت، دي التتبيله اللي احنا هنتبل بيها الوراك بتاعه المندي، وراك، 1/4 كوبايه زيت، ملح، فلفل اسود، معلقه كبيره من الكركم، معلقه كبيره من زعفران البودره او البابريكا، لو دايخه خلاص مش لاقيه زعفران بودره مع انه موجود بيتباع دلوقتي بهار عادي زي في اي محل بهارات يعني او السوبر ماركت، بيبقى ظريف بيدي لون كده اورنج كده حلو قوي، مفيش اي حاجه من التوابل بتعرف تدي نفس اللون ده، لان طبعا الزعفران اللي بجد حقيقي غالي جدا، لكن لو عندك زعفران بجد حطي كم واحده كده ظريفه قوي ان شاء الله، يعني ان شاء الله نجيب كلنا باذن الله. فانا عندي بقى بابريكا فهحطها عشان ما لقيتش بودره زعفران، انت لو لقيتي حطي، ما لقيتيش حطي بابريكا، الاثنين يعني هيمشوا الحال وهيدوا لون حلو للفراخ. تمام، ده كده تتبيله الفراخ. نيجي بقى على الرز بتاع المندي، معايا تقريبا 1 كوباية او ممكن 2 كوبايات حسب برضو الكميه اللي انت عايزه تعمليها من الرز البسمتي، معايا اللومي اللي هو الليمون المجفف، تمام، معايا 2 عود من القرفه، معايا تقريبا 2 3 ورق لورا، ضروري نعد ورق اللورا واحنا بنحطه علشان نشيله وما نحطش منه مكسر، لان هو سيء جدا في البلع، وبالذات الولاد الصغيرين ياكلوا كده على طول ما بقوش واخدين بالهم، فتبقى في حته من الورق اللورا تجرح الزور وتعمل مشاكل، فخلي بالك حطي ورق صحيح سليم وتعديهم عشان تقدري تشيليهم بعد ما الوصفه تخلص. معايا تقريبا 6 فصوص من الحبهان، طبعا يفضل تعديهم برضو تبقي تزحيهم كده بعد ما الاكل يخلص، 2 فصين مستكة، قرنفل 6 بقى 7 8 عادي، ولو حد جه القرنفل في بقه عادي خير احسن حلو، فحطي مثلا 6 7 زي ما تحبي، مكعب مرقه، ميه سخنه طبعا علشان الرز يستوي، وهنحط في الاخر من فوق معلقه كبيره من السمنه على الرز، وبيستوي بقى في الفرن براحته، وفي الاخر ممكن تشغلي له او تولعي له يعني فحمه عشان يبقى مدخن، بيبقى حلو بقى قوي قوي وسهل. بس خلاص تعالوا نتبل الفراخ، هنحط الزيت كده، قلنا 1/4 كوبايه، نحط ملح وفلفل، ملح فلفل، ومعايا بقى ايه الكركم، وهنحط البابريكا او نستبدلهم بالايه زي ما اتفقنا بالزعفران، طبعا هو اكيد طبعا بيتعمل بالزعفران يعني، بس بما اننا هنا في مصر معظمنا مش ما بيبقاش متوفر عندنا الزعفران في البيت، وبودرة الزعفران هتبقى البديلة، مش لاقيها عملي زي ما انا عملت كده دلوقتي وخلاص، هيطلع طعم حلو جدا مفيش ابدا اي مشكلة كده اهو. ونجيب الفراخ الظريفة بقى دي الاوراك، ونقوم حاطينهم في التتبيلة كده، عايزينهم بقى ايه التتبيلة الحلوة دي تتوغل كده في الوراك تبقى ظريفة كده. هسيبهم كده على جنب، ونحضر بقى ايه الرز، اغير بس الجلوفز ده، رز بسمتي وبقية المكونات اللي انا قلت عليها، بس احنا عايزين نجيب الصينية اللي احنا هنعمل فيها.
هنحط فيها الرز، الرز البسمتي تمام، وهنقوم حاطين حبهين اللومي، القرنفل، فصين المستكة، وايه عودين القرفة، مكعب مرق كده ايه هنفتفته عليها من فوق، تمام. وزي ما اتفقنا ورق اللورة هحط كده ورقتين كفاية قوي، وملح وفلفل. ملح، فلفل بس، تمام كده. عايزين بقى ايه نحط الفراخ عليها، بس طبعا هنسقيها الاول بالميه، كنت هنسى عشان الرز دي يستوي كده اهو. تمام جدا، وايه بالشوكه كده ايه ما نخليش الرز كده ايه يعني راكد كده، لا نحرك كده الايه الرز. تمام، عايزين بقى ايه نحط الفراخ فوق الرز كده، نعمل ايه؟ عندنا حلول كتيره قوي، يا اما تحطي ألمنيوم فويل بس يكون قوي وتخرميه كده من فوق فيبقى عامل زي الشبكة عشان نعرف نحط عليه أوراق الفراخ، أو أسياخ الشيش طاووق، كنت عملتها معاكم قبل كده، أسياخ الشيش طاووق القوية بتبقى طويلة، هترصيهم كده كام سيخ كده جنب بعض وليكن مثلا 5 6 كده، وبعدين ترصي بالعكس يعني بالطول وبالعرض برضو أسياخ، فيبقى عملتي شبكة من فوق. تمام، أنا مش عارفة أنا عندي هنا، لو عندي هنا أهو عندي أهو، انا موريكم الفكره، هنعمل شبكه كده اهو، بس دي ايه مش واحده كبيره شويه، عايزينها تبقى كبيره وتبقي منقيه صينيه بقى ايه تنفع، فاهمين قصدي؟ انا هوريكم بس الفكره الاول لان انا اخترت صينيه مش هتنفع كده اهو، بس انا عايزه اوريكم الفكره. عملت كده وهعمل كمان من فوق كده هنا، فاهمين قصدي؟ فانت كده تبقي عملتي شبكه فوق الصينيه، تقدري تحطي عليها ايه الوراك، والوراك تثبت اهي، فاهمين قصدي؟ هتقضي نفس الغرض، ونغطيها بالألمين فويل قبل ما ندخلها الفرن. ايوه كده يا استاذ احمد، تمام. انا بقى عندي شبكه فمش هحطهم، مش هحطهم الشبكه بتتباع ايوه، ما انا عايزه اوريهم الفكره يا استاذ احمد والله، عشان اللي ما عندوش شبكه يعرف يستخدم ده، بس اختاري بقى صينيه السيخ يثبت عليها ما تلاقوهوش وقع. ادي الشبكه بقى الظريفه، هنحطها فوق كده اهو، وهاخد بقى الاوراق الحلوه دي واقوم فرداها عليها كده من فوق كده، بس كده ناخد بقى شوية كده اهو. طبعا الفراخ هتنزل ميتها وهتنزل كل حاجة في الرز، فما تزوديش قوي في مية الرز، خلي بالك علشان الفراخ هتنزل مية. اوكي، احنا بقى بعد ما بنعملها كده بنعمل ايه؟ عندنا ألمنيوم فويل هنغطي بيه الصينية كلها على بعض بالفراخ بكل حاجة، هندخلها الفرن، فرن سخن درجة حرارة 200، هنسيبها الأول في حدود 25 دقيقة، وبعد كده تطلعيها تطمني على الرز أخباره إيه، المية بتاعته تمام، شكله عايز شوية مية، لا استوى، لا لسه بيقرش، يعني تطمني على الأحوال بتاعة الإيه الرز، بناء عليه هتشوفي بقى
يعني هو بجميع الاحوال الفراخ هتحتاج وقت ساعه الا ربع، والقصه كلها على بعض ساعه الا ربع تقريبا، ممكن تزيد شويه حاجه خفيفه قوي. لكن انا عايزاكي في النص تتاكدي ان الرز مش محتاج ميه، وان هو مظبوط وملحه مظبوط والدنيا تمام. بس كده هنجيب فين الالمنيوم فويل؟ اهو بقيت مش شايفه والله، عجزت راح شبابي كده اهو. عايزين بقى نكمرها كويس. بص انا عايزه ايه، نكمرها كويس يعني تتكمر كده يا استاذ احمد تتريق على المذيعه كده. عايزين نكتم على نفسها كويس بالفويل علشان ما تصرفش ابدا وتستوي كويس كده اهو. بس كده كده انا قفلت تقفيله، يعني ايه ما تخرش المايه. بس كده ماشي يا استاذ احمد زي ما تحب اهو. تمام اهي باين اهو اهو، وانا مثبته عليها تمام عشان ما يخرجش اي تسريب خالص للبخار، والرز يستوي والفراخ تستوي. هندخلها بقى الفرن حالا، وهنطلع فاصل عشان نلم الكلام ده كله. معايا الفحمه عشان في الاخر نولع لها فحمه تبقى مدخنه كده ظريفه. انا نسيت اعمل حاجه يا جماعه، انتوا ما تنسوهاش، معلقه سمنه. طبعا انت هتقولوا الحمد لله، لكن الحمد لله طبعا على كل حال، بس معلقه سمنه على الرز هتخليه رهيب ضروري. معلقه سمنه على الرز قبل ما نحط الشبكه والفراخ. فاصل بقى بسرعه نلم الكلام ده عشان نعمل كوبيبه البطاطس، خليكم معانا. انا جيت هنعمل دلوقتي كوبيبه البطاطس، ظريفه جدا ومقاديرها سهله. بصوا معايا بطاطس مسلوقه ومهروسه، هنتكلم على كيلو. انا الكميه اللي عندي هنا اقل من كيلو، بس احنا هقول لكم مقادير كيلو. طبعا اي مقدار من البطاطس المسلوقه المهروسه تقدري تعملي بيها، لانها هنحط عليها بس توابل. تمام، فبطاطس مسلوقه ومهروسه، ملح وفلفل اسود، رشه كمون، تمام، معلقه صغيره من البابريكا او ممكن نص معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكاري، كوبايه من البقسماط، تمام، ورشه شطه. بس دول كده هنحطهم على ايه، على البطاطس. الحشوه هتبقى حشوه لحم مفرومه متعصجه عادي خالص، انا محضره مقاديرها نظرا للوقت. برضو في لحم مفرومه جاهزه هحشي بيها على طول، لحمه مفرومه، بصلايه معايا كمان، ملح طبعا وفلفل، رشه من جوز الطيب، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من السبع بهارات او بهارات اللحمه عشان تبقى ايه الحشوه بتاعت اللحمه مفرومه طعمها حلو. هنحتاج شويه زيت غزير شويه علشان نحمر فيها الكوبيبه، رشه بقدونس بعد ما بتتحمر وبس خلاص. وصفه بسيطه جدا. نجيب هنا كده البوله اللطيفه دي ونحط البطاطس. سهل قوي يعني، كوبيبه كده بس على شكل بطاطس، البطاطس المسلوقه المهروسه. هنحط لها ملح وفلفل، ملح، رشه فلفل، رشه شطه حاجه خفيفه خالص، عايزه تستغني عنها مفيش مشكله، وبرده رشه كمون، تعمل طعم حلو من غير ما ايه يبقى قوي يعني. نص معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه صغيره من الكاري تعمل طعم حلو، والبقسماط، ونعجن بقى الكلام ده كله مع بعض. كميه البقسماط ليها علاقه برضو بربطه ايه، يعني ان احنا نربط الكوبيبه عشان لو انت عايزه تعملي كميه بطاطس اقل من كيلو. كمان البقسماط الظريف فيه ان هو هيخليها مقرمشه سنه كده من جوه، سواء اذا كان بقسماط ناعم او بقسماط بقى انت عاملاه في البيت من عيش فينو مثلا ناشف في الفرن وطحناه هيبقى ظريف قوي. خلاص بصوا اتحولت لعجينه عاديه جدا، هاخد منها كده حته. تمام، وهنعملها
بالكوبيبه زي الكوبيبه يعني بالظبط. انا حطيتها كده في صباعي اهو تمام، فبقت ايه مجوفه كده وظريفه. معايا لحمه مفرومه، نجيب بس معلقه صغيره. اين المعلقه الصغيره؟ مفيش معلقه صغيره، ناخد معلقه كبيره عشان المعلقه الكبيره ما تزعلش برضو. نحط اللحمه المفرومه كده زي ما اتفقنا. اللحمه المفرومه متعصجه ازاي؟ بصلايه على النار تاخد كده تشويحه خفيفه تدبل. هننزل اللحمه المفرومه، ملح وفلفل، رشه من جوزه الطيب، رشه من السبع بهارات تمام، وتقلبي بقى طبعا لغايه لما تتعصج معاكي بالشكل ايه العادي خالص الظريف. نعملها بقى شكل ايه كوبيبه كده ظريفه، ونقفل بس عليها كده كويس قوي. هاي طبعا هيبقى ظريف قوي لو حطيتيها في التلاجة، تمسك كده نفسها وما تفكش معاكي وانتي بتحمريها اهو اهو يا استاذ احمد. تمام اهي كوبيبه لطيفه وحجمها صغنون كده وحلوه جدا في زيت غزير. وانا معايا كام واحده برضو هنا، نحطها في الزيت. طبعا حطيت اللي انا عملتها معاكو على طول، وده خطا لازم تدخل التلاجة عشان البطاطس تتماسك كده. عايزه ايه تدحرجيها كده في البقسماط قبل ما تحطيها في الزيت، مفيش مشكله. بصوا انا دي مثلا دحرجتها كده ايه في البقسماط قبل ما احطها في الزيت. شوف كده ايه الاخبار. واحنا بقى يعني على اساس ان احنا حاضر يا استاذ احمد عشان الوقت. بصوا بقى اللي هي مقليه خلاص، بصوا ظريفه ازاي. هتهلنا بقى يا استاذ احمد لو سمحت، لسه متحمره حالا قبل ما نطلع مع بعض. مقرمشه جدا ولذيذه وواخده لون حلو قوي قوي. كوبيبه يعني ايه خطيره، بصوا ظريفه وصغنونه. ممكن كمان تحشوها مع اللحمه المفرومه، تحطوا كمان جبنه موتزاريلا مثلا ولا جبنه شيدر، هتبقى تحفه، تبقى ظريفه قوي، ان شاء الله تعجبكم. انا جاهزه للفاصل، انا جاهزه يا استاذ احمد للفاصل. خلاص هنروح فاصل بسرعه جدا، نكون الحبه دول كمان اتحمروا ونقدمهم مع بعض، علشان بعد الفاصل عندنا كب كيك فانيليا بكريم شانتيه شوكولاته خطير، ونبص على المندي برضو، فخليكم معانا. انا جيت دلوقتي هنعمل بسرعه مع بعض كب كيك الفانيليا، هنقول المقادير وننفذه بسرعه ونقدم بقى المندي وكل الحاجات. بصوا مقادير كب كيك الفانيليا، معايا 200 جرام من الدقيق، 200 جرام يعني كوبايه وربع. انا كاتبه بالجرام وكاتبه بالكوبايات علشان ايه تبقى الحكايه اوضح ليكم، ويا ريت كده تصوروا المقادير بالموبايل علشان بجد دي وصفه حلوه جدا لكب كيك الفانيليا. 200 جرام دقيق يعني كوبايه وربع من الدقيق، 200 جرام زبده طريه، طريه يعني بدرجه حراره المطبخ او الجو، ما تبقاش سايحه يعني ولا جامده، طريه يعني كوبايه تمام. 200 جرام يعني كوبايه زبده. 200 جرام سكر بودره منخول يعني كوبايه وربع من السكر البودره، زيها زي نفس كميه السكر نفس كميه الدقيق. ومعايا بيضتين درجة حرارة الغرفة، معلقة صغيرة من الفانيليا، ومعايا كمان معلقتين كبار من اللبن، لبن الحليب، وكريم شانتيه شوكولاتة. دلوقتي بقى بيتباع الكريم شانتيه اللي هو أصلا بالشوكولاتة، بتحطي عليه اللبن بالتدريج وانت بتضربي بالمضرب لغاية لما يتقل معاكي. مش لازم تلتزمي قوي باللي مكتوب على العبوة ان احنا نحط قد كده لبن وقد كده من بودرة الكريم شانتيه، عادة ما بتظبطش. فانت حطي البودرة وحطي اللبن نص كمية اللي مكتوبة على مقدار العلبة عشان تبقي مسيطرة. محتاج لبن شوية زودي كده علشان يبقى تقيل معاكي ويبقى حلو وبس. خلاص وصفة بسيطة، هنجيب بولة ونبتدي اول حاجة نضرب الزبدة الطرية كده اهو، هنضربها بالمضرب الكهربائي. انا ايه ندوس عليها كده شويه عشان ما تغلبنيش.
تمام. هنقوم حاطين البيضتين بدرجة حرارة الجو، مش ساقعين يعني، وهنحط معاهم الفانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا، ونكمل ضرب. هنحط السكر البودرة المنخول، كوباية وربع من السكر البودرة المنخول، ونخفقهم كده ايه معاهم، بس انا عايزة ايه اديله كده تقليب عشان ما يتنطورش ويبهدل الدنيا. يلا بينا. واخر حاجة هنحط اللبن الحليب ونكمل ضرب برضو. بس كده تمام. معايا بقى الدقيق اللي هي كوباية وربع من الدقيق، هنحط عليها رشة ملح، مش هنحط بيكنج باودر بقى ولا أي حاجة. ومعانا الاسباتيولا، هنضيف الدقيق وإيه، نقلب العجينة لغاية لما تبقى عجينة كب كيك بقى ظريفة جدا كده. بس كده شوفوا، مقادير سهله جدا وبسيطه خالص، وطعمه بيبقى حلو قوي. معنا بقى ورق كب كيك وصينيه الكب كيك، هنحط فيها الورق ونحط تقريبا مقدار معلقه كبيره او معلقه ونص من العجينه ديت بتاعه الكيك في الصواني، وندخلها فرن سخن درجه حراره 180، هتاخد لها في حدود 20 دقيقه مثلا، ده بالكتير قوي ان شاء الله. وتختبري طبعا الكيك ان هو استوى بسكينه او بالخله بتاعه الشيش طاووق، تدخليها كده في الكب كيك وتطمني ان هو مش مطلع عجين، يبقى هو كده ايه استوى اهو. حط كده مثلا الورق، ورق الكب كيك بيتباع في كل حته، تلاقيه في المكتبه وتلاقيه في السوبر ماركت ومحلات مستلزمات الحلويات، يعني منتشر كده اهو. وهاخد عجينه الكب كيك واقوم ايه حطاها هنا كده، بنملى 3/4 مكان الكب ده، مش بنملاها على الاخر عشان ما تطلعش بره ورق الكب كيك، ولا بنحط كميه قليله، خليها زي ما بقول لك كده ايه تكفي 3/4 مساحه الكب كيك كده اهو. زي ما اتفقنا فرن سخن درجه حراره 180، 20 دقيقه بالكتير، ونختبرها. بس كده هيكون بقى عندنا بقى ايه الحلوين اللي هجيبهم لكم دلوقتي حالا. هم استووا بقى ولطاف قوي قوي، كب كيك ظريف هيعجب الاولاد جدا ان شاء الله كده، عشان بس اعرف اشيله بسهوله. معايا بقى الكريم شانتي اللي هو بالشوكولاته، هجيبه من الثلاجه. وهنبتدي بقى ايه نزين الكب كيك كده اهو.
بقى ظريف قوي. بس كده شكله ظريف جدا وسهل قوي قوي، مفيش اي حاجه فيه خالص. معايا صوص شوكولاته نمشي عليه من فوق، معانا فراوله، ورق نعناع، يعني كل الحاجات دي بقى براحتك خالص. استنوا كده لما نمرر عليه صوص شوكولاته كده من فوق. كده اهو بقى ظريف جدا ان شاء الله. بس خدهم بقى كده ارصهم هنا ونقدم على طول المندي مع بعض. نحط له كمان فراولة ويبقى خطير. نجيب كده السكينة الحلوة دي، نحط بقى ايه عشان الفراولة كده لونها ايه احمر فيبقى شكلها حلو من فوق كده. والولاد بقى وهما بيذاكروا كده هينبسطوا بيه قوي. او ممكن من غير فراولة خالص طبعا عادي جدا. بس كده عايزين بس نخلص كده عشان ايه اوريكم الشكل النهائي. وعايزين بقى نقدم المندي اللي انا اوريدي محضراه. بس خلاص ان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى المندي نشيل من عليه الالومنيوم فويل. بصوا بقى الشبكه اللي احنا حاطينها معاه نشيلها كده بالراحه. وزي ما اتفقنا بقى ايه ورق اللورا ده نشيله، ممكن نخلي القرفة عادي بس ورق اللورا ده ارجوكوا نشيله كده. ونبتدي بقى نفرد ايه الاوراق بتاعة المندي كده من فوق بالشكل اللطيف ده. بس كده ان شاء الله يا رب يعجبكم. رشه بقدونس كده حاجه خفيفه خالص عشان بس تكسر اللون وتعمل كده منظر اللون الاخضر ده جميل جميل جدا. خلصنا الحلقه يا جماعه خلاص الحمد لله. ان شاء الله يا رب الوصفات كلها تكون عجبتكم. عملنا مع بعض اول وصفه المندي، مندي الفراخ. وصفة سهلة جدا وبسيطة وهتستوي كلها في الفرن، يعني مفيهاش غلبة ولا حاجة، خطيرة. وديها بقى هناك. والوصفة التانية عملنا كوبيبة البطاطس. كوبيبة البطاطس محشية لحمة مفرومة، وصفة برضو سهلة جدا جدا وبسيطة خالص. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. واخر وصفة عملنا الكب كيك، كب كيك الفانيليا. بالرغم ان هو فانيليا قلنا برضو نعمل شوية شوكولاتة كده من فوق، كريم شانتي شوكولاتة وفراولة وصوص شوكولاتة. ان شاء الله يا رب تجربوه ويعجبكم. بشكركم جدا جدا ان انتم بتتفرجوا عليا، واستنوني كل يوم على قناة النهار الساعة 2. باي باي.